فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحرم ثم حصل له حادث مروري وقد أصيب بشلل رباعي وفقدان للذاكرة منذ سنتين، فهل عليه أو هل على وليه أن يأخذ من ماله وأن يحج عنه أو عليه فدية؟ حجة الإسلام ولا اللي هو محرم بها؟ هذه ما عليه شيء، هذا إحصار أحصر، لكن يفدي عنه وليه، يفدي عنه فدية الإحصار ولا شيء عليه. نعم.